نصر على التعاون مع مراسلنا من الرياض عايد السعدي. نتابع. قدر الله ما شاء فعل، ما كنا صراحة في المستوى هذا، يعني كنا مأملين وحفزين المباراة هذه إن نأخذها إن شاء الله، ولكن ما كتب الله. الفريق ما ظهر بالمظهر اللائق صراحة اليوم في أغلب فترة المباراة صراحة، بالإضافة إلى الطرد اللي أنا أعتبره يعني ظالم الطرد، لأن الكرت الأول ما يستحق، الكرت الثاني يمكن اللاعب مثل أكثر من اللازم فيها، ولكن المدرب متردد، الحكم كان متردد كثير فيها، وحتى رفض يرجع الفار مع أنه كرت طرد هذا، ولكن نقول قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله قادرين إن شاء الله نعوض المباراة الجاية. مبروك للنصر وهارد لنا. تعرف أنت يعني المباراة كانت فرصين وفرصين، وكانت ممتعة صراحة، لكن جاتهم فرص استغلوها، وإحنا برضه جاتنا فرص استغلنا منها، هجمة الهدف حق زميلي سدري كميسي، لكن هذا حال كرة القدم. بإذن الله ننسى مباراة اليوم ونعدل الأخطاء اللي صارت اليوم في المباراة الجاية. مباراة جميلة، دائما التعاون ند قوي، مو للنصر بس، جميع الفرق، وأثبت ذلك الموسم الماضي. الحمد لله قدمنا اليوم مستوى، نتيجة مطمئنة الحمد لله، وصدارة بس. ألف ألف مبروك حبايب العالمين، مبروك، وإن شاء الله ننطلاقة إلى تحقيق الدوري الاستثنائي رقم 2، الدوري رقم 18 بإذن الله. مباراة جميلة ولكن ضغطنا فيها، الحمد لله يا رب، الحمد لله فوز، والله صعبة. لا لا مستوى طيب إن شاء الله، وإن شاء الله عقبال السوبر بإذن الله. بإذن الله. أي والله عقبال، الله يبارك فيك، عقبال السوبر إن شاء الله. إذن نبقى مع أجواء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ففي